أستاذ رامي، اسمح لي أخذ حضرتك إلى موضوع تاني، لأنه برضو من المواضيع اللي تهم كثير من الناس اللي بيتابعوا الأمور، وهو موضوع إصدراء الأديان وقانون إصدراء الأديان اللي بيطبق في مصر الآن بطريقة ربما كثيرين يروا أنه هو حاد عن الهدف منه وأصبح الآن يساء استخدامه. نرى الآن المفكرين، يعني سيادة الرئيس يطالب بتغيير الخطاب الديني، لكن حينما يأتي شخص زي إسلام البحيري يتحدث عن تطبيق فعلي لهذا التغيير نجده الآن في السجن، الدكتورة فاطمة نعوت، أحمد جمال، أيضا كثير من الأقباط والمسيحيين، لدرجة أن بعض الأطفال الصغار لأنهم عملوا مسرحية سخيفة يحكم عليهم ب5 سنوات. كيف ترى إصدراء الأديان، قانون إصدراء الأديان، إيه الحل فيه؟ الحقيقة أنا مبدئياً لا أفهم معنى كلمة إصدراء دين. أنا ما أفهمه وما تربيت عليه هو أن الدين يحمي الإنسان، الإنسان لا يحمي الدين أبداً. فأنا لا أفهم ما معنى كلمة أن يزدري شخص الدين ثم يأتي آخرون ليحكمون عليه. هذه واحدة. الثانية، مصر مرت بمرحلة يعني ممكن نسميها مجموعة من الأحكام المعلبة. بدأت بفكرة تقليب الرأي العام وتجديد صف المجتمع، تطورت بعد ذلك إلى يعني اتهام الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم. بعد ذلك الموضة الجديدة دلوقتي إصدراء الأديان والحض على السيسكول. كل هذا العبث الذي يدور في المجتمع المصري بكل تأكيد هو مش منفصل عن النقطة اللي كلمت حضرتك فيها من شوية، اللي بتتعلق بتربية العرب على فكرة الكراهية، فكرة ثقافة أنتم الأعلون، ثقافة أن هذا ونقطة مهمة لكي لا أنسى، إصدراء الأديان في مصر هو ليس قانونا لإصدراء الأديان، هو قانون لإصدراء الدين الإسلامي فقط. لم نسمع عن محاكمة لشخص إصدر الدين المسيحي أو الدين اليهودي، وهذا يحدث طوال الوقت. إسلام بحيري مثلا أساء وأخطأ من حيث الشكل، وهذا أمر متفق عليه ولا أعتقد أن أحد قد ممكن أن يجادل فيه. هو أساء وأخطأ من حيث الشكل، ولكن هذه الإساءة لا تقابل بالسجن، وفي النهاية الحجة يرد عليها بحجة. أمور كثيرة سنرى، يعني لم يتم تغيير أو إلغاء بالمناسبة مش قانون إصدراء الأديان، لأن ده عرض لمرض أساسي. المرض الأساسي يكمن في الدستور المصري الذي يعني وضع على أساس ديني. أنا أقدر أقول إن الدستور المصري، الدولة المصرية أصلا موضوع على أساس ديني، ما دامت مادة الشريعة الإسلامية موجودة محاباة لتيارات إسلامية وخوفا من الجماهير، الدول لا تدار بمبدأ الجمهور عاوز كده. الجمهور لا يمكن أن يكون محددا من محددات الحكم. الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون هي الأساس أو المصدر الأساسي للتشريع، لأن ده نوع يعني من أنواع التدليس، لأن هذه دولة مدنية وليست دولة دينية. وبالتالي هذه المادة يعني من الباب الخلفي لهذه المادة نجد قانون إصدراء الأديان، وسنجد المزيد من هذه الأمور في المستقبل إذ لم نقف وقفة جادة أمام هذه المادة. وليس هذا القانون، لأنه زي ما قلت لحضرتك عرض للمرض الأساسي، وهو فكرة محاولة المزايدة على التيارات المتأسمة أو التيارات اليمين المتشددة. هل ترى أستاذ رامي إمكانية حذف هذا القانون وإزالته؟ إيه الخطوات اللي ممكن تتخذ في هذا الاتجاه؟ لا، انا ما اعتقدش ان في تقدير، يعني وهو ربما يكون تقدير متشائم لحد ما، لا اعتقد انه يمكن حذف هذا القانون بمعنى الحذف، لانه الجماهير في مصر وفي العالم العربي بشكل عام مشحونه شحنه دينيه ظاهريه، نحن نتدين تدين ظاهري. ففكره المساس زي ما بقول لحضرتك، انا لا اتحدث عن القانون، اتحدث عن الماده لانها اصل المرض واصل الداء. المساس لهذه المادة يعني يحتاج إلى شيء واحد فقط، هو إرادة سياسية حقيقية. هذه الإرادة ستدعمها أو يدعمها ظهير ثقافي حقيقي موجود يتمثل في جموع المثقفين المصريين. وإن كان بالمناسبة من المشاكل ومن المبكيات في الواقع المصري أن عدد كبير من المثقفين ربما يعني يسعدون جدا بمثل هذه المادة. ولكن دعنا نتحدث عن التيار الذي ربما اعتبر نفسي واحد منه، سيكون ظهيرا لاي اراده سياسيه حقيقيه تقف لمحاوله اعاده مصر الى وضعها الطبيعي عبر توصيف مصر. نحن نحتاج توصيفا دقيقا، هل نحن دوله دينيه
أم دولة مدنية؟ دولة مدنية إذن لا مجال لوجود مثل هذه المواد في الدستور، وهذا ليس تقديرا من الدين، الدين محله القلب وليس محله الدساتير. الدول لا تتدين ولا يكون لها ديانات، الدول والمؤسسات ليس لها ديانات. أستاذ رامي، الحقيقة أنا سعيد أن أسمع من شخص الحقيقة مثقف زي حضرتك هذا التحليل الجميل. أشكرك على هذا التحليل، وأحيي أيضا في هذه الفرصة روح المرحوم والد حضرتك ودوره الوطني القومي اللي كلنا نجله ونعتز به. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم لحضرتك، أشكرك جدا، تشرفت بحضرتك. شكرا بك. شكرا.